وأخيرا رجع توفر عندي دخون حمايم اللي ينباع بالجملة. كيلو دخون حمايم يحتوي على 210 قروص من هذه القروص اللي قدامكم. اللي حابة تبدأ مشروع وتشتغل بهذا الدخون وتبيعه وتسترزق الله منه، تقدر تبيعه وتحط اسمها عليه، أي اسم ثاني، مو بلازم تحط عليه اسم حمايم، تقدر تحط عليه أي اسم وتبيعه بنفسها. أيضا اللي حابة تاخذ وتوزعه كهدايا، تاخذ قراش وتوزعها على خواتها أو عربايحها، هذا الدخون بيخدمك. الكيلو سعره 650 درهم، وحاليا في المحل متوفر عندي فقط 3 كيلو للي حاب يطلب من هذا الدخون. هذا الدخون دائما يكون عندي بالطلب، لأنه ما شاء الله مطلوب عندي دخون الجملة وبشكل كبير، فمن فترة إلى فترة ننزل أنواع مختلفة. حاليا اللي متوفر في المحل 3 كيلو من دخون حمايم، ريحته وايد حلوة، ريحته عربية وثابتة في الملابس، ودخون يبيض الوجه. حابة تبدين مشروع اليوم؟ تواصل ويانا على الواتساب واشتري هذا الدخون وتوكل.